بس لازم اتكلم معاك برضو قناه خد رياضي على رايك في ماتش الترجي. يعني هل انت كنت من الناس المتوقعه سير المباراه بهذا الشكل؟ فكره ان مش هقول هاي سكور بس يعني، لكن طبعا 3-0 دي غير مسبوقه مع الترجي، فهل انت كنت شايف المباراه كده؟ يمكن طبعا هو فوز كبير وفوز تاريخي للنادي الاهلي على الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. يمكن المستوى اللي بيقدمه النادي الاهلي الموسم ده او حتى الفتره الاخيره كمان مع مستر مارسيل كولر بيحفز الجماهير كلها ان الاهلي بيقرب من لقب دوري ابطال افريقيا المره 11 في تاريخه. يمكن الماتش انا كنت متوقع ان الاهلي يكسب، متوقع الاهلي يكسب 2-1 بصراحه يعني النتيجه بالظبط، لكن ما كنتش متوقع نتيجه اكبر من كده. لكن الترجي طبعا عنده غيابات، بيلعب من غير جمهوره، مستواه حتى السنه دي مش يعني مش الفريق اللي ينافس على دوري ابطال افريقيا. الاهلي طبعا اقوى بمراحل من الترجي، وطبعا يمكن ان الاهلي لعب الترجي في الوقت ده وكمان بدون جمهور في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، ده كان حافز النادي الاهلي ان هو يقدر يكسب كمان في عدم وجود جماهير الترجي. الاهلي قدر يسيطر على الماتش طبعا في الشوطين وضيع اكتر من جون، طبعا الاهلي كان ممكن يكسب اكتر من كده. طبعا هي نتيجه تاريخيه لان الاهلي اول مره بيكسب في ملعب رايز 3-0 او اكتر من هدفين. يمكن الاهلي كسب قبل كده الترجي 2-1 في نهائي افريقيا، وكسب قبل كده صفاقس التونسي في نفس الملعب، لكن 3-0 كانت نتيجه كبيره. الاهلي سادس مره بيكسب الترجي في ملعب رادس، يمكن عشان كانت نتيجه تقيله، فهي القت بظلال ثقيله هي الاخرى على طبعًا المدير الفني وعلى جماهير الترجي الحقيقه. طبعا لان يمكن نبيل معلول طبعا مدير فني الترجي التونسي ومدير فني قبل كده منتخب تونس استقال بعد المباراه، لان الظروف المحيطه بنادي الترجي سواء من مشاكل اداريه او حتى مشاكل فنيه حتى في الدوري حتى في البطولات كلها، هو الترجي السنه دي مش ده الترجي اللي احنا عارفينه او الفريق اللي كان بطل افريقيا مرتين ورا بعض. لكن الاهلي طبعا فريق قوي جدا، الاهلي بيضم عناصر على اعلى مستوى، مدير فني مستر مارسيل كولر يمكن السنه دي قدر يكسب مباريات كتيره جدا، قدر يكسب فرق كبيره كلها. النهارده النادي الاهلي بيحقق الثلاثيه 3-0 12 مره مع كولر، 12 فريق الاهلي كسبه مع كولر 3-0 يا 3-1 يعني الثلاثيه كمان الغزاره التهديفيه وكمان التنظيم الدفاعي. شايفين الاهلي كان ما كانش فيه هجمه على الجون تقريبا في ماتش الترجي، الاهلي كان قوي جدا. كمان الاهلي السنه دي واخد 2 سوبر مع كولر، واخد كاس مصر اول الدوري وعنده مباراه مؤجله ويقدر يحسم الدوري بدري. في تألق كبير مع كولر بشكل كبير. لكن انا بس قبل ما عشان الموضوع ما ياخدش وقت كبير، بس قصه غيابات الترجي مش يعني مش سبب، لان انت كمان كاهلي كان عندك غيابات كتيره جدا سواء لاسباب فنيه او لاصابات، فهي واحد يعني جيت في الاخر هتلاقيها ميزان واحد. فلا بس فعلا كان في تألق ملحوظ من النادي الاهلي. عارفه لما ترجع كده كان في فتره تراجع شويه، رجعت افضل من الاول كمان مع مدير فني تاني هنرجع نقول حقيقي محترف مارسيل كولر، هذا المدير الفني اللي فعلا مكسب كبير، واكيد احنا كمان مكسب كبير لانه هو يدرب النادي الاهلي، لكن هي وين وين سيتويشن زي ما بتتقال. وده اللي لقيته الصحف التونسيه، لان الصحف التونسيه كانت يعني ما تمناش ان احنا ان الترجي يواجه الاهلي، لان الاهلي بيتحول في الادوار الاقصائيه لبعبع. وخصوصا انت مش على ارضك وكل الاجواء طبعًا. ان الناس كانت قالت لك دي ديس ادفانتج او سبب مش افضل شيء للاهلي، بالعكس احنا دايما بنشوفه كل ما التحدي بيزيد كل ما ده بيبقى لصالح النادي الاهلي. شخصيه البطل بتظهر، بس هو شخصيه البطل بتظهر فعلا في الادوار الاقصائيه، وعشان كده النادي الاهلي اي فريق بيواجهه في الادوار الاقصائيه بيبقى عامل له 100 حساب، لان الاهلي طبعا هو اكتر فريق واخد البطوله 10 مرات، نادي تاريخي ونادي القرن في افريقيا. اعتقد شخصيه البطل بتظهر دور عن دور، فعشان كده اي فريق بيواجه الاهلي بيعمل له 1000 حساب.